وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من آمنت بالله. النهاردة احنا بنكمل بدأنا حوار بالأمس قدنا إلى الطريق إلى محبة الله. كيف نحب الله؟ المسألة بتفرق. ليه جوانا دايما خوف من الله؟ هل طريق الخوف يؤدي إلى الحب أم أن الحب هو الذي يقود إلى الخوف؟ وهل هو الخوف من العذاب أم الخوف ممن تحب من سبحانه وتعالى؟ دي حلقتنا النهاردة اللي هنبتديها مع ضيفي وشريكنا الدائم العزيز الغالي الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري. احنا كبشر انا بخاف من ربنا، يعني بخافه لاني خايف من عقابه. من صغري واهلي وفي المدرسة بيخوفونا من العقاب، من الجحيم، من النار والوجوه التي تتشقق والجلد الذي ينسلخ والقبر الذي يضيق والثعبان الأقرع. تكون صورة الله في داخلي أني علي أن أخاف منه. مقترنة بالرعب والخوف، ما تعلمتش إزاي أحبه. حالة الحب دي أنا أحبه بالفطرة وأحبه بالقول ومن التكرار، ولأنه لا يليق بي إلا أن أحب الله. لكن الحقيقة في ذوق الحب، خفايا النفس، تذوق هذا الحب. عشان كده الإنسان مننا مع المحبوب، عندما يكون لك محبوب فأنت تخشى أن يغضب، أنه يزعل، فهو ده الخوف. أنا خايف من الألم، من العذاب، ومش عارف أتذوق لذة الحب دي إزاي. يعني أعمل في نفسي إيه؟ أدرب نفسي إزاي عشان أقدر أحب هذا الخالق العظيم اللي خلق الكون وخلقني ومنحني الصحة والمال والستر وكل شيء. الحمد لله، وصلى الله على سيدي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سؤالك تضمن مفاتيح للأجوبة. أولا، هذا شأن أهل الإحسان، لكن هذا ليس خاصا بفئة. هذا باب مفتوح للجميع. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان في المعاملة مع الله عز وجل. بل جزء منه موجود في مقام الإيمان، بل جزء منه موجود في مقام الإسلام الذي هو الأولي. بمجرد أن تشهد أن لا إله إلا الله، ليس لك رب سواه، وتشهد أن محمد رسول الله، أن له دلك عليه وعلى مسلك معرفته، قد من محبة الله لك أرسل إليك أحب خلقه إليه ليدلك عليه. بمجرد أن تستشعر هذا المعنى ابتدأ الخطاب بالحب. لكن هي مشكلة مركبة. الجزء الأول منها أن هذا العلم المعني بتزكية الأنفس قد حصل نوع من الإقصاء له في حياتنا، أو التسطيح له. حصل نوع من الإقصاء له بأن البعض ارتأى أنه باطل وهجم عليه تحت كلمة تصوف وأراد إبعاده تماما، مع أن السلف الصالح منذ البداية لهم اعتناء به. كانوا يسمونه الإحسان، كانوا يسمونه التزكية، كانوا يسمونه التصوف، سميه ما شئت، لكن كان هذا العلم المعني بصلاح القلوب، المعني بتذوق روحانية الصلة بالله عز وجل، هذا كان معتنى به من لدن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، من لدن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن الحب مليء القرآن به، بل لو تأملت لما أراد الله عز وجل أن يذكر نوع من العقوبة تتوجه إلى الذين تخلفوا عن نصرة الحق، عن الاستقامة، عن رضوان الله عز وجل، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكأن أشد أنواع التهديد، أشد أنواع الترهيب، أشد أنواع التخويف، أن الله سيبعدكم ويأتي بناس يحبهم غيركم، سيأتي بغيركم ليحبهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. والكلام هنا في معرض جهاد، في معرض نصرة ومعرض استقامة وطلب للحق. لفت النظر إلى أن أقصى ما يمكن أن يعاقب به المحب أن يستبدل. وكأنه يحب ويكره الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مفهوم الحب إذا نسب إليه، وضده إذا نسب إليه، ليس بالمعنى الذي نفهمه نحن في نسبته إلينا بشرا. حتى لو ارتبط اللفظ مع الله ومع البشر
في مختلف مثل هذه الآية مختلف. يحبهم ويحبون. نعم مختلف. أولا الحق سبحانه وتعالى لما ذكر الكره في القرآن ربط لم يربطه بالذوات. نعم. بل ربطه بالتصرفات. نعم. كره اللهم بعاثهم، ما قال كرههم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وحتى لما ذكر الذوات لم يذكر ذواتا، ذكر الصفة في الذات، الظالمين. فالحق سبحانه وتعالى لم يتوجه بالكره إلى الذوات لأنه هو الذي خلقها، فكيف يكره ما خلق؟ لكنه وجه عدم الحب، ولذلك في القرآن نادرا ما تجد كلمة كره. نعم. ولما جاءت كره اللهم بعاثهم ربطها بسلوك ليس بالأشخاص، لكن تجد لا يحب، يحب ولا يحب، ليلفت أنظارنا أن الأصل في صلته بنا في ربوبيته لنا الحب. الحين كلمة رب أصلا ما معناها؟ الرب هو المربي، ولهذا يقال فلان رب المنزل، فلان ربة المنزل، المربي الراعي هو الرب، رب العمل. نعم. رب العمل، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. فكلمة رب من أصلها منشأها يرجع إلى ماذا؟ إلى الرعاية، إلى التربية، إلى العناية. هذه مصطلحات تتوجه إلى الحب أو إلى الكره؟ هذه تتوجه إلى الحب. نعم. فهذا الأصل في الصلة. وإذا عدنا إلى 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 السؤال الذي ذكرته، قلنا أن المشكلة أنه أقصي هذا الاعتناء. نعم. بفن التزكية، التربية، بمزج الأمر والنهي، بالمقاصد، بالتقوى، بالمراقبة لله، بتنمية الرقابة الذاتية، الحياء من الله. هذا إشكال. أيضا الإشكال الثاني أن الكثير أو البعض ممن ذكر آيات الترهيب وأحاديث الترهيب التي ضربت أمثلة لها وهي حق. نعم. شجاع الأقرى حق، وعذاب القبر حق، والنار حق، وهذا من عقيدتنا ومن إيماننا ومن ديننا، بعضها أصول بعضها فروع في العقيدة. لكن الإشكال ليس في وجودها، ووجودها صحيح، لأن لهذا جاءت في القرآن، وجودها بمثابة الدواء لمرض الشطط عند البشر. غالب البشر يحتاجون إلى التخويف للردع، فتجد مثلا مريض السكر، دائما ما أضرب هذا المثل، تجد يعني تقولوا عندكم في مصر نفسه هفت على الحلويات، على الكيك. صحيح. فيحاول يعني خصوصا بعض الكبار من السن أو الجديدين في المرض، يشوف زوجته أولاده ما يرونه، يخطف شيء ويأكله. فإذا لاحظوا أنه يسرف في عدم الحمية، ماذا يقولون له؟ يقولون أنت لو استمريت بهذه الطريقة بتفقد بصرك، الكلى ستفشل، سكذا هذا يسمونه ماذا؟ ترهيب. هددته وخوفته من عاقبة ما يفعل. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية تستجيب لترك ما تشتهيه مما هو خطأ، لأنها تشتهي الخطأ. كي تستجيب لترك الخطأ الذي تشتهيه، إما تحتاج إلى تخويف أو إلى ترغيب، لو تركتها سيحصل لك كذا، سيقوى بدنك، بصرك سيكون كذا، أو حياء أو حب. لابد من شيء للردع، لابد من هوى يقاوم هوى النفس، شهوة الإقدام على الشيء، لابد من هوى أقوى منه. فإن لم يحركه الحب حركه الطمع، الرجاء، ستنال كذا وكذا، هنا الجنة. ليس إلزاما بالحب، حبيني وإلا ستجد. لا. نعم. هنا التزم وإلا ستجد النار، ليس حبني وإلا ستجد النار. نعم. لا، الحب لا يمكن أن يكون فيه الإلزام. الإنسان يحب لأحد ثلاثة أسباب كما يقول الفلاسفة، إما لجمال أو لكمال أو لإحسان. طبيعة النفس الله خلقها هكذا، إما تحب لجمال، لأن النفوس جبلت على حب الجمال، النفوس السوية، ولعلنا نتكلم عن مفهوم الجمال. نعم. في حلقة أخرى. النفوس جبلت على حب الجمال، على عشق الجمال، عندما ترى منظرا جميلا، خضرة أو سماء، تقول الله، يعني النفوس تحب ذلك، ترى شخص سمح الوجه تقول سبحان الله. فالنفوس جبلت على الحب للجمال كما جبلت على الحب للكمال، لأن النقص موجود عند الإنسان، فإذا رأى كمالا ينبهر به يحبه. أو تحب للإحسان، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. فإذا أردنا أن نتكلم عن حب الله، عن حب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مناط هذا الحب إما أن يكون فطري، يعني الفطرة لا تزال حية إلى الحد الذي يعني كيف لا أحبه؟ واحد يسأل أحد العارفين بالله، يقول كيف أحب الله؟ قال يا بني ما عندي لك جواب، لأن جوابي وكيف لا تحبه.
هنطلع فاصل وارجع اكمل مع الحبيب علي جفري، هنكمل الطريق الى المحبة، كيف تصفو القلوب، ازاي اقدر اهرب من خوفي لحاجة اكبر واجمل بكتير. كتير مننا بيبقوا حاسين انهم نفسهم بس مش عارفين، ربما نجد الطريق. مسابقة برنامج آمنت بالله، والجائزة رحلة حج أو عمرة يوميا. سؤال اليوم: ما هو عدد المرات التي ورد فيها ذكر الجنة في القرآن؟ 66 مرة، 67 مرة، 68 مرة. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297، اضغط حرف بي ثم رقم الإجابة. مسابقة برنامج آمنت بالله، والجائزة رحلة حج أو عمرة يوميا. سؤال اليوم: ما هو عدد المرات التي ورد فيها ذكر الجنة في القرآن؟ 66 مرة، 67 مرة، 68 مرة. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297، اضغط حرف بي ثم رقم الإجابة. أهلا وسهلا بحضراتكم، بكمل مع سيدي فضيلة الحبيب علي جفري المحبة، الطريق إلى الله. لو بالمحبة قلت لك أنا جاي لك كعالم ودليل طريقي إلى الله سبحانه وتعالى، أعمل إيه علشان أشيل، إحنا عندنا هنا بنقول الجلخ، يعني الصدأ كما يسمى، الصدأ الذي ران على القلب، نعم. كيف أذهب به؟ في روشتة أعملها الصبح والظهر وبالليل، يعني في حاجة أقراها، في لحظة هتنور. ولا لست العالم الذي ذكرت أو الدال على الله، ولكن سأنقل لك ما سمعته من أهل هذا الصدق من الربانيين، الله يجعلنا وإياكم منهم. الحقيقة أن الحب موجود فيك، أول خطأ يمكن أن ترتكبه أن تبحث عن الحب خارج عنك. نعم، لهذا ينسبون الإمام علي كرم الله وجهه أنه كان يقول: دواؤك منك وما تشعر، وداؤك فيك وما تبصر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. الله، الأمر في داخلك، لكن أنت تحتاج أن تفتش عنه فيك. أدوات التفتيش عنه فيك هذا اللي تسميها أنت الرشدة أو الوصفة، نعم، التي يسميها العلماء الربانيون التفكر كما جاء في القرآن. نحن نحتاج إلى شيء من التفكر. من أوجدني من العدم؟ الله. من أسبغ علي النعم؟ الله. من سترني؟ من أمهلني؟ كم من المرات أنا عصيته؟ كم من المرات استحييت من نظر الناس لي أن يروني وأنا في حال مخالفتي له، وغفلت عن نظري هو إلي، نظره هو إلي، حتى أنهم يذكرون أن مما سيحصل في يوم القيامة كما ورد من خطاب بين الحق سبحانه وتعالى بين العبد عندما يقف وحيدا بين يدي الله، ليس أحد سوى الله يخاطبه، عندما يقول له الله عز وجل: عبدي، أتذكر يوم كذا، ساعة كذا، يوم أن أغلقت الأبواب وتسترت عن الخلق واستحييت من نظر الناس إليك وواجهتني بما يغضبني، أما استحييت مني؟ لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ يا الله، يعني هذا لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ هنت عليك زي ما يقول في مصر، يعني إلى الدرجة أنه ما أردت أن يراك فلان وفلان ورضيت أن أراك وأنت تفعل كذا. هذا طبعا ليس معناه أن أذهب وأجاهر،
لا، الحياء من الناس هذا دين، يعني إذا استحي أن أجاهر بالمعصية هذا من معاملة الله. لكن اللحظات أو الساعات التي كنت أعصيه فيها أو أترك أوامره أضيع أوامره فيها، هو يراني وينظر إلي ومع ذلك سترني، أصبح ويعاملني الناس على أني الإنسان المحترم أو الخير أو الصالح أو المفكر أو التاجر أو أيا كنت، ويعاملوني كأني لم يحصل مني شيء. ما هذا الذي يحصل؟ هذه نعمة اسمها نعمة الستر. نعم، وده يكون حلقة من حلقة. نعمة اسمها نعمة الإمهال. كيف لو أنه عاجلني بالعقوبة؟ أنت لو عندك موظف أخطأ أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وقصر ولخبط، ستتخذ قرارا بطرده، ستسحب منه الصلاحيات، لابد من ردة فعل. لكن الإمهال الرباني العظيم، الحلم الإلهي هذا الذي يعاملني به، إذا تفكرت في شيء من هذه المعاني، إذا خرجت عن حالة الفوضى المتسارعة التي نعيشها في زماننا، ملخوم الإنسان يصبح يمسي وملخوم مشغول، سماها الله الغفلة، جاء عندنا في الدين اسمها الغفلة. هذا الذي نعيشه اليوم من الصباح إلى المساء، تتابع أحداث، تسارع، هموم، معيشة، ضجيج. الضجيج الذي نعيشه في خارجنا وفي داخلنا حرمنا من نعمة التفكر، من نعمة التدبر. ولهذا جاءت المساعدة الربانية لنا بأن أعطانا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ جاءت لنا نعمة القرآن لكي نقرأ ونستشعر أن الله وهو جل في علاه يخاطبنا نحن. يسر القرآن لنا بلسان سيدنا محمد وأنزله على قلبه، فجاءنا غضا طريا. نفتح باب التأمل والتدبر في القرآن، التدبر في القرآن المرئي الذي هو صفحة الكون الفسيح الذي نحن فيه. فإحياء التدبر هي الرشدة التي تتكلم عنها. شيء آخر، حزم عن النفس في شيء اسمه فرائض. خلاص، فرائض فرائض. أذن أصلي، ناس استحيت من فلان، أنا لا صلاة، أنا مسلم وسيحترمك العالم شاء أم أبوا، لكن أنت مع الله ما لك وللعالم. دخل وقت الصلاة أصلي، يحصل ما يحصل، وقت الصلاة صلاة أصلي، انشغلت، المهم أن أصلي قبل أن يخرج وقتها، ما أصلي الظهر وقد دخل وقت العصر إلا لو كنت مسافر أو غيره. الفرائض، مع الفرائض الحزم مع النفس في ترك الكبائر، ثم تدرج معها في الحزم في ترك المحرمات. هذا ضبط للنفس، لكن هذا الضبط يحتاج إلى قوة، أنت عقليا مقتنع بهذا، لكن حتى تنفذه تجد نفسك تضعف. أنت محتاج إلى القوة. ما هي؟ الحب الذي تكلمنا عنه، استخراج معاني الحب هذا هي الدافع لك. تستعين بالخوف، تستعين بالرجاء، لكن الحب هو الدافع الأقوى للترك وللفعل. لهذا علمنا النبي الدعاء صلى الله عليه وسلم، وعلمنا في الأدعية، اللهم اجعلني من قوم تحبهم ويحبونك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن أموالنا ومن الناس أجمعين ومن الماء البارد في شدة العطش. فالدعاء والإلحاح على الله، قراءة أخبار أهل الحب رشدة مهمة، اقرأ سير الأنبياء، الصحابة، أهل البيت، التابعين، الأولياء الذين هاموا في حب الله عز وجل، ما الذي وجدوه؟ لأن النفس، ما الذي يصرفها عن ذوق حب الله؟ الذي يصرفها عن ذوق حب الله أنها وجدت شيئا تشتهيه، تتوهم أن سعادتها فيه. لو تتذكر كنا نتكلم في إحدى الحلقات في الحوار عن السعادة والفلاح، النفس توهم صاحبها السعادة، هناك سعادة وهناك وهم للسعادة، فهي تتوهم أنها ستسعد في المتعة، في لحظة المتعة المخالفة. الله لم يمنعنا من المتعة، لكن المتعة الحلال، فهي في لحظة توهم المتعة وتوهم أن الطاعة حرمان، أني عندما أطيع سأحرم من شيء غيري يتمتع به، هذا وهم. لماذا سميته وهم؟ لأن هناك متعة في الطاعة أكبر، لكني أحتاج إلى أن أجاهد نفسي لأصل إليها. شيء من الخطوة أخطوها بحب مع الله عز وجل سأذوقها. ولهذا جاء في بعض الروايات، من نظر فلم ينظر، أو من نظر فغض بصره، لاح له منظر محرم، امرأة في حالة يعني ملفتة، أو رجل بطريقة مغرية، امرأة تغض أيضا البصر، من نظر فلم ينظر، الأولى التي بغير قصد، الثانية عليك، الأولى لك والثانية عليك، من نظر فلم ينظر أبدله الله بذلك إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ليش؟ لأنه كان ينظر إلى الحلاوة، كان يتوهم أنه يستمتع بالحلاوة. يقول لك لا، أنت أترك من أجل الله حبا في الله شيئا لا يرضيه، ستجد الثمرة
أنه سيذيقك حلاوة هي أكبر. وليس هذا فقط في نساء ورجال، الملوك الذين يظلمون الناس، الرؤساء أو الحكام، ما الذي يحملهم على الظلم؟ متعة السلطة، متعة القوة. نقول لهم هناك متعة أكبر اسمها متعة العدل، متعة أن تزجر نفسك عما تريد طلبا لما يريد هو. التاجر الذي يغش أو يسرق أو يرتشي أو يتلاعب بالضعفاء والفقراء وحقوقهم، ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ متعة الجمع والتكثير للمال والتمتع بها، لا، هناك متعة أكبر. الروشتة ابحث عن المتعة، نحن لا نتكلم ضد مصلحتك، انتقل من وهم المتعة إلى حقيقة المتعة التي قال عنها أحد العارفين: في لحظة من اللحظات التي شعر فيها بنشوة وهو يناجي الله عز وجل، قال: سبحان الله، لو وجد الملوك بعض ما نجده من لذة المناجاة في الليل لجلدون عليها ولو بالسيوف. وقال أحدهم: والله لو قيل لي إن الجنة على باب بيتك وأنا في لحظة المناجاة لما قمت لأنظر إليها، لأني عشت في حقيقة الجنة، ليس استهانة بالجنة، الجنة عطاء عظيم، لكن لأنه عاش حقيقة المقصود من الجنة، الرضوان، لذة المناجاة مع خالق الجنة. أنا مع خالق الجنة أبحث عنها لماذا؟ هي تأتيني ما دمت معه. هذه المعاني عليها قوام حياة تنبني عليها بعد ذلك حياة، سلوك، معاملات، أخلاق، فكر، كل هذه كل الخضام الذي خضنا فيه في 20 حلقة الماضية، كل الخضم الذي يخوض فيه مجتمعنا اليوم في منطقتنا العربية وما تعيشه من خضم، كل هذا الذي الواقع اليوم المشتعل له ارتباط بالذي نقول. هو ليس تنويم أو تسامي عن الواقع، لا، هو تسامي بالواقع، سمو بالواقع وليس تسامي عن الواقع. لا نستطيع أن نخرج بالحلول الحقيقية، لا في نضال، لا في كفاح، لا في بناء دولة، لا في ارتقاء شعب، لا في أي من شيء من ذلك، إذا جعلنا انشغالنا ومحاككتنا وارتباكنا بالوضع يحرمنا من أن نعيش هذه المعاني. هذه المعاني عاشها الصحابة في وسط المعركة في القتال، الطمأنينة التي نزلت على قلوبهم في وسط المعركة تأخذه سنة من النوم، معقول؟ تخيل واحد الصراع والعراك وقعقعة السلاح واليوم يعني صوت المدافع ممكن ينام وهو واقف، إذ يغشيكم النعاس أمنة ويقوم ويجاهد ويواصل بعد ذلك. نور الطمأنينة هذا الذي إن فقد مهما كان الساعون للخير أو للإصلاح أو للعمل أو لبناء أمة أو دولة أو وطن، إذا فقدوا، إذا فقد عملهم أثناء هذا الذي يقومون به معنى التدبر، معنى الطمأنينة، معنى الحب، معنى معاملة الله فيما يفعلون، ما قامت ثورات عندنا من قبل؟ قامت، لكن أكلت وسلبت وسرقت، لماذا؟ لانعدام هذا المعنى. فنحن بحاجة أن نعود إليه مرة أخرى إن شاء الله. وحضرتك وصلت للطمأنينة والإحساس بالأمن، وده مبحث هام كلنا بنتكلم فيه دلوقتي. نفسي أشكي. نفسي تكون مطمئنة، نفسي أحس بأمان، حتى الأمان جوايا، فلو مش حاسه هحسه إزاي؟ بإذن الله يكون ده حلقتنا بكرة. بشكر حضرتك جدا، بشكركم، نلتقي غدا إن شاء الله.